السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا قوي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل فيديو هقول، كل فيديو هعمله في رمضان كل يوم هقول كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم وعلى اسركم. عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جميل وبسيط وحلو، واحنا بنحبه قوي، وبنحب يعني لما بيكون عندنا بنحب ناكله. يعني النهارده عندنا ايه بقى؟ عندنا بانيه ستريبس اللي هو الجاهز ده، بنجيبه يعني بيدوب بنجيبه نحمره وخلاص، يعني بيبقى ايه على التحمير بس، على القليه نقليه وخلاص. وعملت مكرونه كده صغيره، المكرونه المرمريه دي اول مره نعملها في رمضان، ما عملتهاش خالص النوع المكرونه دي، قلنا نغير بقى. عملنا البن وعملنا الاسباجيتي وعملنا المكرونه الكوع، قلنا نغير بقى ايه، نعمل المرمريه الصغيره دي. بس نسيت اقول لكم، خشوا الاول صلوا على النبي ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس ونكتب كومنت حلو لطيف، يلا ما تنسوش بسرعه، عايزين قناتنا تكبر كده يا جماعه، عايزين قناتنا يعني بأمر الله وبيكم كده عايزاها تكبر كده وكده، يعني انتوا عارفين. ما علينا، المهم ان احنا عملنا المكرونه وعملنا حمرنا الستريبس وعملنا شويه سلطه وعملنا ايه تاني؟ ما عملناش حاجه، هو مكرونه والستريبس ده والسلطه، حلو قوي. ابو كريم هو جاي كده جاب لنا عيش سوري، العيش السوري اللي هو ده عيش اول مره نجيبه يعني، بس طعمه حلو قوي. ابو كريم جاب معاه منه وهو جاي من الشغل، لا الناس بتشتري، قال لي لقيت الناس بتشتري قمت اشتريت، قلت له يلا مش مشكله حلو، مش هيقول لا يعني كالعاده. يعني احنا قاعدين مستنيين ابو كريم لما يجي، عيتنا طبعا ما بنستناش حد، يقعد بياكل على طول. فضلنا بقى نصحي في كريم، يا كريم قوم يا كريم قوم يا كريم، مرضاش، رحنا سيبنا قلنا سيبوه بقى منين ما يقوم يبقى ياكل. ايه بقى ادينا احنا هنا مستنيين ابو كريم لما بيصلي. كريم مرضيش يصحى من النوم عشان ياكل معانا، راح بابا السبوع لما يصحى يبقى ياكل، من ما يصحى بقى لما يصحى يبقى ياكل. وكمان احنا يعني بنبقى مبسوطين الولاد بيحبوا عندي البني ده، احسن البني اللي هو بيحبوه عن البني التاني الفريش ده اللي بنجيبه ونتبله احنا في البيت. وبيني وبينكم انا بصوا سهل بصريح كده، ما بصوا من الكيس على الآلية وخلاص على كده. ابو كريم جيب سلام اهو، خلص صلاة وجيب سلام وقعد. بصراحة ما نعرفش ناكل والله لما يكون موجود وسطينا، سبحان الله يبقى الأكل وحياة ربنا ملوش يعني ملوش طعم كده، ملوش لازمة من هو مش بيكون موجود معانا، أو بيحب ياكل الستريبس بالعيش، أي لحوم أي فراخ أي حاجة بياكلها بالعيش، يحب ياكلها بالعيش، سبحان الله هو الوحيد عندنا كده والله. كنا ناسين الكاتشب اهو، جبت حطيت لهم كاتشب، كنا ناسين جبنا نحط كاتشب، يعني هم بيحب ياكلوا مع الكاتشب، الستريبس ده بيحب ياكلوا مع الكاتشب.